بس تخيل روح لبيتنا الجديد والمفروض هيجي لنا ايجار حوالي 160 واتنقلنا لمكان تاني جديد. اهلا وسهلا. ازيك شباب؟ معاكم حلقه جديده مع ايست تيوب جيم. انا عشان نلعب لعبه حياه اليوتيوبر. والنهارده شباب باذن الله هنعمل حاجات خرافيه. شكرا لكم على دعمكم الخرافي للحلقه اللي فاتت، واتمنى بقى منكم نوصل الحلقه دي اكتر من 6000 لايك عشان باذن الله ننزل حاجات او حلقات خرافيه من حياه اليوتيوبر. طبعا النهارده هنعمل حاجات رهيبه، بس خلينا اول حاجه نحط الفلتر كده في السريع، نشيل الخلفيه. ممتاز، شلنا كمان الخلفيه اللي ورانا. والنهارده باذن الله احتمال نقبل دعوه جات لنا، بس انا ما عملتهاش المره اللي فاتت، فباذن الله النهارده هنقبلها. وخلينا اول حاجه انزل كويس. الاكل بتاعنا ممتاز والنوم بتاعنا يعني عايزين ننام شويه، لان انتوا قلتوا لي في التعليقات خلي بالك جدا من النوم يا ابو الاسايس، لان ده مهم جدا قبل ما تسجل الفيديوهات، وبرده خلي بالك من كرشك لازم نكون واكلين ومتغذيين صح. واتمنى منكم تشتركوا معانا في القناه لو انت لسه جداد. وخلينا كبدايه نشوف الدعوه. مين دي هتعمل معايا شات؟ مهندس اوكي. دي مين ده هتكلمنا؟ حاجه غريبه، بس احلى حاجه الفيديو بتاعنا بيجيب مشاهدات ومظبطين حنا. مش عارف الدردشه دي بتاعت ايه، فتعليقاتكم بقى يا شباب، عايزين مساعده رهيبه. بس انا في حاجات الحمد لله كتير عرفتها، فباذن الله خلينا نخش هنا كده في السريع. وخلينا نشوف دلوقتي النهارده 8 فبراير. خلينا ندوس دي 10 يا جدعان. كويس، عايزين ناخد التيكت. خصم مننا حوالي كام؟ والله ما عارف اخد منك. تمام ماشي، دوسنا اوكي. ده المفروض ده زميلنا. كويس، احنا كده المفروض قبلنا الدعوه. كده احنا كده باذن الله هنروح الايفنت ده. فخليني اول حاجه اروح اذاكر في السريع. انت قلت لي لو انت مش عايز تذاكر حاول تروح بيت تاني. يا عم انا معايا فلوس. لو معايا فلوس ايدي على كتفك، انا مش معايا فلوس خالص، مفلس. واحلى حاجه الفيديو بتاعنا جايب فلوس كويسه. تمام، جاب حوالي 4 كاش كويسين. خليني اروح املى كرش شويه. يلا روح كل بسرعه. خلينا اخش هنا. كويس، نخش على الاكل. ناكل لنا كده حاجه في السريع، ما بياكلش غير حلويات بس. وما فيش اي حاجه ثانيه. وهاتوني مامتي جايه لي. الحمد لله. طبعا انتوا برضو كتبتوا لي في التعليقات حاول تبيع اللعبه اللي انت ما بتستخدمهاش. انا بصراحه هشوف ازاي ابيعها عشان باذن الله نستثمر فلوسها دي، لان اللعبه كانت تنزل ما بتبقاش موجوده في الترند. انت قلت لي حاول تطور من المهارات بتاعتك، فاحنا عايزين مثلا نعمل لده تطوير. قلت لي برضو الدراع ما فيش غير ايدي، باذن الله هنعمل لها تطوير. دي المفروض هتساعدنا. كويس كده، المفروض رفعنا المهاره دي. يا رب اكون عامل كل حاجه كويسه، كل حاجه صح. تمام، دلوقتي خليني انام نومه كده في السريع، وبعد كده باذن الله ابدا اسجل الفيديو. النهارده 9 يا جدعان، يا نهاري النهارده 10 الايفنت. يا لهوي ما عملتش ما لحقتش اروح بسرعه. فين الايفنت؟ نقدر كمان نجيب حاجات للاوضه بتاعتنا. بصراحه مش وقته، بس خليني اجيب مثلا اللي هيفيدنا. ممكن تكون مروحه. كويس، جبنا مروحه وباسكت. بس حلو قوي كده، انا استنى البوكسات تجينا. كويس كده الحمد لله كل حاجه 100 100. مين قعدت ترغي معايا في الشات يا بنتي؟ مش عايز ترغي معاك، مش وقتك خالص. ماما هتيجي تزعل عشان المذاكره. هي يا جدعان الامتحان وشكلنا خربنا. خلينا نشوف، والله احنا شاركنا وما رحناش، حاجه غريبه. خلينا نشوف البوكس كده. افتح البوكس ده في السريع. جات لنا المروحه، ممتاز. وعندنا ايه كمان هنا تاني؟ افتح هنا، جالنا الباسكت. كويس، اضافات كويسه للاوضه بتاعتنا. خلينا نروح اذاكر بسرعه. في واحد من المتابعين جال لنا البيت يا جدعان، وشكله عايز يخش عندي وعايزني اعلمه مثلا البرامج وكده بمقابل 50، بس يدفع حوالي 50 كاش. فانا هقول له مثلا مش لازم تدفع، خش عيش حياتك. كويس، وبرده دي هترغي معانا. ندوس اوكي. هنشوف نهايه الشات ده، وشكلنا ضيعنا الايفنت، خربنا الدنيا. لسه قاعدين بنرغي وعايزين نبدا نعمل فيديوهات، لان دلوقتي زي ما انتم شايفين الفلوس قلت معانا بطريقه مش طبيعيه، فاحنا باذن الله عايزين نزودها. شكل الايفنت راحت عليا وضيعت فرصه كبيره، بس ان شاء الله في فرص ثانيه هتجيلنا. فخليني احاول مثلا اكلم حد من صحابنا، اكلم صديقنا السوق ده، خليني اعمل له دعوه للبيت. اوكي جاي في السكه، اهلا وسهلا. وعايزين باذن الله نبيع الالعاب اللي هي مش معمول لها ترند، بصراحه مالهاش لازمه، عايزين نستفيد بيها. كل الالعاب دي بايظه خالص، فخليني ابيعها. كويس، انا دفعت حوالي 14، هنبيع بحوالي 3. ماشي، عايز نبيع دي كمان وهنبيع دي. وانت قلت لي خلي لعبه واحده بس معاك تكون ترند، فانا باذن الله هركز على اللعبه دي بس. والله تنزل لعبه واحده بس، نزل فورتنايت بس يا عم، هتلاقي نفسك دخلت على طول. هي العاب الترند اللي بتجيب مشاهدات. كويس، حتى هنا في اللعبه مظبطين الحوار. خندوس اوكي. هنا نشوف بس صديقنا ده هنقول له ايه. ابو لي اهلا يا ابو الاسايس. تمام، كلمنا معاه شويه. انت عايز ايه يا حبيبي؟ انا بعت له دعوه بس مش عارف اكلمه في ايه. خلينا مثلا اكلمه عن الالعاب. انت رحت فين؟ انا قعدت على الجهاز، انت بتستهبل. خلينا نلغي شويه مع الالعاب. متعصب منك. شكله في لعبه مش عايز يلعب هو. طب خلينا مثلا نشوف حاجه ثانيه نقدر نتكلم معاه في مثلا. نكلمه على اليوتيوب.
برضه متضايق هو ليه شكله ما بيجيبش مشاريعات ولا ايه؟ ده شكله مش في دماغ. ايه يا عم الصديق ده؟ امشي يا عم من البيت مع السلامه. كويس اخلع من هنا. لا ايه الصديق ده؟ مش عايزك تيجي تاني بيتي ولا تعتبه. خلينا نخش هنا بسرعه نختار اللعبه دي بقى، نركز على لغايه ما نموتها خالص، وبعد كده باذن الله نركز على لعبه ثانيه. فخلينا نعمل كده فيديو سريع سريع دلوقتي. معانا حوالي 107 كاش ممتاز. طبعا انت قلت لي ملوش لازمه تغير المايك، ملوش لازمه تغير الكاميرا، بس في الحقيقه انت لازم تغيرهم على الاقل تطلع بجوده نص ونص. بس دلوقتي احنا طالعين بجوده نصكم، فخلينا ندوس اوكي. ده انا دخلت فين؟ ايه يا عم خش على الجهاز بسرعه، عايز اركز شويه علشان احنا كده ممكن نخرب الفيديوهات بتاعتنا. هنكتب زائد 99. انت قلت لي زائد 99 دي هتفرق معاك كتير. خلينا ندوس اوكي ونحاول نظبط الفيديوهات باذن الله. هنشوف ايه اللي هيجي لنا. عايز بيقول لك انت بدات التصوير. ازيكم يا شباب؟ معاكم حلقه جديده. ايوه تمام. دلوقتي هنختار الكلمه دي، مش عارف بتاعت ايه بصراحه. طب خلينا نشوفك. اوه مش معانا غير حوالي 16 ثانيه. ماشي خليني اضحك، انا مش عارف الصراحه بتاعت ايه الكلمه دي. كويس ناقصنا حوالي 18 ثانيه. يبقى في تحدي صعب، فاحنا ممكن نعمل مثلا دي. بنفكر بقى وشغالين دماغنا. ممتاز خلينا اعمل اخر فيديو، ناقصنا حوالي 17 ثانيه. ما ينفعش. كويس بس عملنا 3 مقاطع كويسين. نحط ده هنا. بعد كده ممكن نحط دي هنا، وعايز ودي هنا، يعني ما ظبطناهاش. شكلها عكعكت شويه، ولا في مقدمه ولا في خاتمه. شكل الفيديو ده هيخرب معانا، فنحط ده هنا وده هنا. انتوا قلت لي الرندانه مش هتفرق كتير، عادي اشتغل عادي الجهاز مش هيفرق معاك، بس درجه الحراره بتاعته عالت وجبنا الحمد لله ليفل جديد. وخلينا نشوف كده رد فعل الناس على الفيديو. كويس خلينا نبدا نعمل هنا اوكي، وهنشوف رد فعل الناس. ايه ده مامتي جايه في ايه؟ وانا لحقت. فرحانه الحمد لله. والله خضتيني. خش نام. كويس خلينا نشوف الامتحان بتاعنا هيجي لنا امتى. خلاص يوم 28، واحنا النهارده كام؟ 18. ربنا يستر الامتحان قرب، فخلينا ندوس هنا اوكي ونروح ناكل سريع سريع. عايزين نشوف صديق تاني بدل الصديق التاني اللي كان جنة ده اللي ملوش اي لازمه. وعندنا هنا في حاجه احنا ما خلصناهاش، ان نقعد في بيت صديقنا بس يقول لك خليك فاكر انت هتدفع كمان ايجار للبيت ده. كويس ظبطنا الاكل بتاعنا، عايزين نعمل فيديو سريع سريع. ما تقوليش بقعد ذاكر بقى، انا اتهديت مذاكره النهارده. هنختار نفس اللعبه، اللعبه لسه موجوده ترند. ممتاز خلينا نخش هنا. كويس نعمل الفيديو ده المره دي، عايزين بنركز فيه عشان باذن الله نطلعه صح. والبوكس جالنا هنا. كويس بس لسه الفيديو ما خلصناهوش. ماشي نعمل اول حاجه التحيه بتاعتنا، وبعد كده عايزين نظبط بيت الاوضاع. خلينا نشوف. بيقول لك انت قبل ما تبتدي. لا ممكن نعمل حاجه تضحك كده قبل ما نبتدي الفيديو، يعني بعد ما نقول ايه ده بيقول لي غلط، ازاي انت تستهبل، احنا المفروض ظبطناه. بيقول لك اللعبه اتجمدت. كنا عايزين نعمل الخض، فاحنا هنعمل مثلا دي هتكون غلط. ممكن اختار كروت تانية. والله عملنا بتاع كام؟ ادي 2 4، عملنا حوالي 4 مقاطع. نبدا نحط ادي اول واحد، وبعد كده عندنا التاني نحطه هنا. كويس وبعد كده نقدر نربط ده بده، ونقدر ده اللي مش هيظبط معانا، ده اللي هيعمل لنا مشكله. ماشي لازم تكون في حاجه واقعه مننا في النص. نحط هنا ونحط واحد هنا. خليني احط واحد هنا. كويس ونبدا نعمل الرندره بتاعتنا. الجهاز وصل حوالي 62، ووصلنا الحمد لله ريكورد جديد. وعايز كله تمام الصوت. خلينا نبدا نحط الفيديو. خلينا نشوف البوكس بالمره، نشوف اللعبه اللي بعتها لنا. نفس اللعبه. انت صديق غلس. طب انا ممكن ابيع اللعبتين، انا كده كده عندي نفس اللعبه. هو يا جدعان خلينا نبدا نعمل اعلان بسرعه، اعلان ممول يساعدنا ندفع حوالي 20 كاش، بس الفيديو هيتنشر بطريقه مش طبيعيه. خليني اشوف مثلا اللعبه اللي احنا مش محتاجينها. في عندي نفس اللعبه، هي بالظبط. طب انت ضفت لي ايه يعني؟ دي بدأت تموت. شكرا لك يا صديق، يا صديق الصدوق. نبدا نبيع دي. كويس وفرنا في الفلوس، ودلوقتي بقى عندنا جيم جديد. ممكن نخش ننام ونروح ناكل. خلينا احسن نروح اذاكر عشان ماما شكلها جايه لي. خلينا نغير جو شويه، يعني بصراحه خلاص الواحد زهق من كل شيء، منتج ويروح يذاكر ويروح ياكل بعد كده ما بنعملش حاجه. فالراجل ده مش هنكلمه تاني، هنشوف واحد مثلا بيعمل بارتيات. ايوه عايزين نروح حفله يا زعيم. كويس نعمل له دعوه. دي واحده جت. ماشي خلينا نشوف. طيب دلوقتي احنا جمعنا برضو كاشات، قول اهلا وسهلا، خلينا نتكلم معاه. كويس شكلها مبسوطه. ايوه لا 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 خلصت كلام، راح فين وقعد على الجهاز. ممكن نقول لها على الكورسات، وانا نتكلم عن الفاشون. ايوه التصميمات والديزاين. رحنا الامتحان وجبنا كمان بيك. كويس دوس اوكي. عندنا كمان في فلوس، واحد من صحابنا بعت لنا فلوس، وكمان بعت لنا لعبه جديده. تمام انا بصراحه الالعاب اللي عندي بقت مش موجوده في الترند،
هندوس اوكي. وعندنا كمان ايه ده، كل اصدقائي جم هنا. ايه يا جماعه منورين والله. اه شكلنا عايزين نروح لمكان تاني جديد. خلينا طيب اخد اللعبه دي الاول. كويس خدنا لعبه جديده، ما ينفعش ناخدها معانا، هنتنقل لبيت تاني جديد. خلينا ندوس، هندفع حوالي 160. اه دلوقتي احنا كده كده بقى معانا حوالي 160. ندوس اوكي. يلا شايف هننقل للبيت بتاعنا الجديد. في نفس الوقت هيبقى سرعه النت حوالي 4 بدل 1، وفي نفس الوقت في حاجات كويسه وهندفع للاكل، وفي حاجات كتير هتبقى متعبه بس مش هنذاكر اعتقد. بتقولك كمان انت عايز تروح بارتي. اوكي نروح بارتي ليه لا، نروح حفله. بس خلينا نروح لبيتنا الجديد، والمفروض هيجي لنا اجار حوالي 160. هو اتنقلنا لمكان تاني جديد. اهلا وسهلا، شوف المكان يا جدعان، شوف السيت اب، شوف الحاجات المحترمه. دلوقتي مش معانا غير حوالي 7 كاش بس، عندنا حاجات هنا خرافيه، واتنقلنا لبيت تاني جديد، وبالتالي هنقدر نظبط الوضع بتاعنا. بس خلينا اول حاجه اروح اكل، مش عارف الصراحه في المكان الثلاجه. اه دي الثلاجه، روح كل بسرعه. ايوه عايزين بس ناكل الاول. ممكن ناخد مثلا سندوتش. وعايز ناخد بقى حاجات صحيه بقى نظبط نفسنا. اكلنا بعد كده باذن الله عايزين نروح ننام كده في السريع، ونقدر كمان نشتري اكل اونلاين. يا سلام على الدلع. هنجيب بقى اكل، هنجيب كل حاجه دليفري، لان ماما خلاص ما بتطبخ لناش، وبالتالي مفيش مذاكره. هدفنا بقى اللي بعده نجيب 50,000 مشترك. احنا دلوقتي عندنا كام؟ عندنا حوالي 2000 وشويه. فخلينا دلوقتي اقفل الحاجه وندوس اوكي. وعايزين طبعا نطور من مهاراتنا ونعمل حاجات تانيه كتير، بس خليني عايز اجرب بس اول حاجه فين مكان الالعاب؟ لان بصراحه انا موجود في البيت هنا ومش عارف مكان الحاجه الجديده موجوده فين. موجوده هنا الالعاب. خلينا نشوف، ما عندناش العاب ترند. الالعاب الاثنين مش كويسين. بقى هنخش الشوب بسرعه نبيع دول. كويس. ونروح هنا، مش معانا مش معانا غير حوالي 11 بس. وهتقولي بعت لعبه ضحيت بيها يا جدعان، مش واخد بالي، فكرت احنا في نفس الحاجه. الحمد لله احنا كده كده عندنا لعبه، في لعبه عندنا نص ونص، فاحنا هنضطر نسجل بيها عشان نجمع شويه فلوس. عايز ندوس اوكي، وهنخلي ايوه زي 99. اوكي ونبدا نعمل الفيديو باذن الله. بس الجهاز ده هيكون فيه مختلف عن الجهاز التاني. هنبدا اول حاجه التسجيل بتاعنا، البدايه بتاعتنا، ونعمل كده حاجه مضحكه. بيقول لك في اللودنج، احنا نضحك شويه. وبعد كده عندنا ايه التاني هنا؟ ممكن نكون مثلا مبسوطين. شكلها غلط. وعندنا ايه تاني؟ عندنا في اللودنج سكرين، السكرين بتحمل. اعمل واحد متعصب، انا متعصب ليه بتعمل يا عم لودنج كده؟ المفروض خلصنا الاربع مقاطع، يا رب يكونوا مظبوطين. عندنا ادي واحد وادي التاني، بعد كده التالت ده اللي مش مظبوط. بس ها قربنا يعني شويه. خلينا نحط هنا، بعد كده نحط الحاجه هنا، ونبدا نرندر ونشوف الوضع عامل ازاي. الجهاز والله بتاعنا كويس جدا، جبنا ريكورد جديد. عايز نبدا بقى نحط الفيديو، يا رب يفرق معانا، عايزين بقى مشاهدات. وكتبنا زائد 99، نحط الفيديو زعيم. كويس كده المفروض بيتعمله، المفروض يتعمل له ابلود اسرع من الاول، لان احنا المفروض عندنا نت دلوقتي سريع مختلف عن التاني. جالنا ايميل يا جدعان بيقول لي المفروض الفيديو الاخير بتاعك ما كانش كويس، فاحنا لازم نشوف الايميل ده شكلنا بنعكعك، لان انا بروح بصراحه اجري من هنا. يا جدعان ده انهار، اتخصم مني كام؟ 20 مشترك راحوا فين؟ شكلهم بداوا يمشوا من القناه. يا عم مش وقتك خالص يا عم، عايز يشيت معايا. خليني احسن اخش دلوقتي اجيب اسطوانه، انا عايز بصراحه انام، بس عايز اجيب لعبه جديده، لان بصراحه اللعبه دي مش موجوده في الترند وتعبانه يا قلبي. فاحنا عايزين نخش. يا جدعان دي بايظه خالص، بيع يا عم. ما ينفعش نبيعها، ماشي نجيب واحده ثانيه المفروض غيرها، دي بايظه خالص. خلينا نخش الشوب بسرعه. تمام، وباذن الله هدفنا ان احنا نجيب لعبه احسن من اللعبه دي بكتير. خلينا اخش هنا كده في السريع، وهنشوف انه اللعبه اللي موجوده ترند. ايوه اللعبه دي، بس عرب كان بحوالي 50. ماشي نشتريها. كويس كده الحاجه معانا. نرجع هنا لقسم الاسطوانه. ايوه كده الله ينور عليك. خلينا نجيب بقى دي ونبيعها، ولا نستنى لغايه ما اللعبه ما تجينا؟ خلينا نبيعها، وجات لنا اللعبه اخيرا. يا سلام، ايوه كده الحمد لله. خليني اخش انام، اخش انام شويه باذن الله، بعد كده اروح اكل في السريع، لان ده هيفيدنا واحنا نعمل الفيديوهات. فخلينا ناخد سندوتش كده في السريع، يلا ناكل سندوتش. وعايز نمنا وظبطنا حالنا. بس في حد واقف عند الباب ولا ايه؟ شكل في حد من صحابنا جه. بس احنا مأكلين الجزء ده. طب ممتاز، ممكن نرجع مره ثانيه للبيت بتاعنا، بس انا بصراحه شايف ان احسن عشان احنا ما بنذاكرش، فبالتالي متفرغ اكتر لليوتيوب. وبعد كده باذن الله عايزين نعمل اول فيديو لينا، هنختار طبعا اللعبه احنا جبناها، اللعبه دي ترند ومولعه نار، فان شاء الله تفرق معانا. هنبدا نعمل واحد هنا كده في السريع، هختار الجوده ونظبط كل حاجه هنا، نظبط العنوان، ندوس اوكي. يلا ونشوف كده في حاجه عندنا هنا.
لا بيقول لك بس الحاجه بتاعتك اللي وصلت. طب الاصدقاء ما عندناش اي حاجه تانية. يبقى كل حاجه كانت موجوده في البيت التاني. خلينا نعمل بيقول لك في اللودنج سكرين اللي الشاشه بتحمل هنعمل مثلا ايه ده، مفيش كروت تانية، حاجه غريبه كلها سلام ماشي. هنسلم على الناس في البدايه وهي بتحمل، بعد كده نحط حاجه اساسيه. ممكن نقول مثلا حاجه من دي عايز، مفيش حاجه، مفيش اختيار تاني قدامنا. خلينا نشوف. طيب الكروت بيقول لك هنعمل زي شرح، شكل الفيديو ده خرب معايا بجداره. في حاجات كتير ما ظبطتهاش، فهنشوف رد فعل الناس كده. المفروض رفعنا الفيديو، المفروض نحسن من نفسنا، بس مش عارف الموضوع مش ماشي معانا عشان احنا اتنقلنا في بيت تاني جديد، فالموضوع صعب شويه عليا. كويس، نعمل ابلود ونشوف رد فعلهم ونشوف نقرا تعليقاتهم عامله ازاي. نقدر كمان نغير هدومنا. خلينا نغير هدومي كده في السريع، اشوف الهدوم اللي موجوده عندي. والله عندي شويه طقم مختلفه، ممكن باذن الله نغيرها في المرات الجايه عشان ما يبقاش نفس كل مره نفس الطقم اللي مش معانا غيره. فباذن الله المرات الجايه هنغيره. وعايزين نشوف رد فعل الناس، نقرا التعليقات. في حوالي 3 لايكات وواحد ديسلايك وواحد لايك. تمام، خلينا نشوف. واحد بيقول لك 100 100، واحد بيقول لك يعني انا مستمتع بس شكله مش فرحان قوي، او هي مش فرحانه عامله لي ديسلايك. طب انت بتقولي، طب بتستهبلي ولا ايه؟ بس طب ايه لازمه الديسلايك ده؟ ايه حاله الدم ده؟ طبعا الاغلبيه الحمد لله مبسوطين، ما عندناش غير واحده عامله ديسلايك. قلت لي يعني خلينا ندوس اوكي. يبقى الفيديو الحمد لله ظبط معانا، وجالنا دلوقتي داخلين في ال 3000 مشترك، ولغايه دلوقتي جمعنا حوالي 25000 مشاهده. فانا هروح اشتغل اخر حاجه ونشوف مثلا نقدر نجمع كام. خلينا ندوس 50، هنشتغل 10 ساعات يا جدعان. بصراحه رقم كبير. هنروح نعمل برمجه وهناخد حوالي 50 كاش. كويس، طبعا شباب انا هقف لحد هنا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش بقى باللايك، واتمنى انكم تشتركوا معانا في القناه لسه جداد. وباذن الله في الحلقات الجايه هنحاول نوصل اكتر من 50000 مشترك، عشان ده هدفنا المفروض نوصل له. وكمان في حاجه تانية، ان احنا باذن الله هنغير هدومنا ونعمل حاجات وحركات بحيث تفرق معانا بعد كده في المشاهدات. واشوفكم مره جايه مع فيديو جديد مع اس تيوب جيمنج. يلا سلام.